فضيلة الشيخ، بعض الناس يستعمل الأجراس الموسيقية في الجوال وغيره، فما حكم ذلك؟ الموسيقية لا تصلح، لكن مجرد جرس للتنبيه ما في مانع، بالجوال أو في غير جرس ما فيه طرب ولا صوت موسيقي لا مانع، لأن هذا لابد منه، الجرس لابد منه في البيوت للاستئذان، وفي الساعة للإيقاظ من النوم، وفي الجوال والتلفون من أجل المكالمة، هذه أمور أصبحت ضرورية. أما أنه يزاد على ذلك ويجعل فيها موسيقى هذا لا يجوز. نعم.